السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس المعماري طالب جابر من قناة المهندس المعماري طالب جابر على اليوتيوب. طبعا لا تنسوا أن نقرأ على سبسكرايب والاشتراك بالقناة ليصلكم جديد فيديوهاتنا التعليمية الحصرية، ومنها هذه السلسلة المتواصلة من سلسلة تعلم أوتوكاد 2015. ومحاضرتنا لهذا اليوم هي تعتبر أحد الأمور المميزة والجيدة جدا، والتي المفروض أنه يعرفها كل مهندس وكل مستخدم لهذا البرنامج الرائع، وهي طريقة أمر Selection Cycle. هذا الأمر اللي هو Selection Cycle من الأمر المهمة جدا، واللي نتمنى أنه نطبقه. نتصور انه عندنا هاي الخطوط اللي هي الاربعة هاي. طبعا انا هذا التطبيق بسيط، بس هي المخططات الكبيرة راح يكون تطابق بعض الخطوط وبعضها فوق بعض الاخر. بهاي الحالة يصعب تأشير الخط المطلوب او الشكل المطلوب. فلهذا مثلا هذا الخط راح نضع فوقه هذا الخط بالموف، ونجي نضع هذا الخط بالموف، وكذلك نضع هذا الخط الموف. اوكي، ف من نجي نريد ناخذ نسخ، لكن احنا نريد ننسخ الخط الاخضر. الخط الاخضر صاير هنا، فمن نقول له سي او انتر ونجي ناشر على شكله ونقول له انتر، راح يطلع لنا منه الاصفر، وهذا احنا ما رايدينه، فلهذا رجعنا كنترول زد. شلون نشغله؟ شغل خاصية اختيار أحد الخطوط الموجودة هنا. طبعا شوفون هنا تحت هنا موجود ليكم Customization، ندوس عليها ونختار Selection Cycles Cycle. أوكي، نختار وندوس عليها راح يتفعل عندنا اختيار اللي هو Selection Cycle. من ندوس عليه هسه هو طافي طبعا Off، من نقول له On صار هسه On. من نجي على الخط شوفون هسه اكو العبارة غيرة، من اقول له سي او انتر اريد اخذ اللون الاخضر، من ادوس على الشكل ايش راح يطلع لي؟ يطلع لي جميع الخطوط اللي تحت بعضها سيلكشن. فيقول لي يا خط تريد، اقول له اللون الاخضر، من اقول له اوكي راح اجي انقر انتر اسحب يجيني الاخضر. من اجي مرة ثانية على هذا الشكل واقول له كوبي مرة ثانية، اقول له ادوس عليه يقول لي يا لون تريد، اقول له اريد الاحمر، من راح اقول له هيجي راح اجيب الاحمر. من اجي هنا انا واقول له موف مثلا اللي هي انقل، واقول له انقل لي اللون الابيض، اقول له انتر راح يجي اللون الابيض. من اقول له هنا نفس الشيء راح اجي اقول له موف، وادوس عليه واقول له انقل لي اللون الاحمر، راح طلع لي اللون الاحمر، وهكذا. فإذا أنا أقدر أستخدمه وأطلع أي شكل أريد. مثلا اختاريته، أريد أنا أسعدي هاي الخطين اللي هو الأخضر ولا أريد الأخضر أسوي بزاوية دوران، إيش راح أجي؟ أقول له R O Enter، راح أجلس هنا أنا راح يقول لي يا خط، أقول له الأخضر، يقول لي أوكي، راح يقول حدد زاوية الدوران، أقول له 45 Enter، راح يحفر لي اللون الأخضر. واضح العملية؟ واضح جيد. هسا نطبقها على هذه الدوائر، هم نجيبها موف دوائر بعضها فوق بعض، دائرة فوق دائرة. طبعا هاي المرة راح نطبق طريقة الكيبورد. اعتبر انه هذا الامر ما موجود عندك، راح نطفي منها Customization، طفي الامر، بس اعتبره ما موجود. اوكي، شنو شلون نشغل الامر؟ Control W، Control W يشغل الامر اون، كنترول دبليو مره ثانيه يطفي. معناه ما تحتاج انه اصلا طلع من كوستمايزيشن، بس مجرد انه يحتاج انه تعرف كنترول دبليو تشغله، كنترول دبليو مره ثانيه يطفي، وانت تشوف هنا العباره انه انت مطفي او مشغله بدون ما تحطه من ضمن هذه الاوامر الموجوده هنا. طبعا هنا تقدر تلغي اي امر من الاوامر الموجوده هنا، تقللها بازاله العلامه الصح، ممكن اضافه اي امر. طبعا هنا كثيره وراح نستخدمها إن شاء الله كلها ونضيفها في الحلقة القادمة،
ونتعرف على كل الأوامر الموجودة هنا ومختصراتها بالكيبورد. هسه راح نقول له كنترول دبليو وشغلنا الأمر اللي هو سايكلينج. من راح أجي راح أقول له أريد أخذ ال أقول له موف. من أدوس هنا راح يطلع لي دائرة تريد أخذ أسوي له موف، أقول له الحمراء أوكي إنتر أخذ الحمراء. أجي مرة ثانية أقول له موف، من أدوس عليه أقول له دائرة أقول له الخضراء، أقول له إنتر مرة ثانية وأدوس يطلع لي الخضراء. وهكذا أجي هنا أدوس بقت شنو عندي بصل البيضة ولا هذه، فأدوس البيضة أقول له إنتر وأجيب الدائرة البيضة. من أدوس هسه على الشكل نفسه بقى واحدة فماكو. إذا جبت هذا الشكل مع هذا الشكل مثلا كوبي صار الأحمر جوا الأخضر، نقول له موف إنتر دوس على الشكل راح يطلع لي الحمراء والخضر، تريد أقول له الحمراء إنتر طلعت لي الحمراء أوكي. وهكذا بالنسبة للموف كوبي ميرار الري أي أمر ممكن استخدام أوامر الموديفاي على هذه الطريقة. بس هذه الطريقة هي عبارة عن طريقة التأشير. إذا كانت أكو خطوط متطابقة مع بعضها وأشكال متطابقة مع بعضها ويصعب تأشير اللون المعين أو اللير المعين أو الخط المعين، تستخدم هذه الطريقة اللي هي طريقة Selection Cycling اللي هي هذه الطريقة المهمة جدا Selection Cycling. أوكي، لا تنسوا بالنقر على سبسكرايب أو اشتراك بالقناة ليصلكم جديد فيديوهاتنا الحصرية، ولا تنسوا النقر على لايك إن عجبكم الفيديو والتعليق بالإيجابيات والسلبيات حول إنتاجنا الفيديوهات التعليمية من قناة المهندس المعماري طالب جابر على اليوتيوب. والسلام ختام.